متأكد أن أغلبيتنا ملي كيسمع بورما الحاجة الوحيدة اللي كتجي في باله هي المسلمين في هذه الدولة والأخبار الحزينة اللي كتوصلنا عليهم. في اليوم الأول جاتني تعليقات كثيرة علاش جيت لهذه الدولة بحكم أنني مسلم وأن هذه الرحلة تقدر تسبب لي مشاكل كثيرة بسبب الصورة المأخوذة على هذه الدولة. من بعد ما كنت شخص غير كيسمع هاد الاخبار وما عرفش القصه بالضبط، اليوم جاتني الفرصه نجي لهاد البلد ونتلقى مع المسلمين باش ناخذ فكره على حياتهم وكيفاش كيعيشوا في هاد الدوله. حجي فول بو حجي مصطفى حجي. في هاد الحلقه غنمشي لمنطقه المسلمين ونحاول نتقرب منهم باش ناخذ فكره اوليه عليهم، ومن بعد غندخلوا تفاصيل اكثر على مشاكل المسلمين في هاد البلد ونتعرفوا على معلومات اللي اغلب الناس ما كيعرفوهاش. هادشي علاش تفرجوا في الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا القصه كامله على هاد الموضوع واللي كان بين اهم الفيديوهات اللي بغيت نصور في هاد البلد. اوكي ثانك يو تي سوبا ثانك يو تي سوبا. في الحلقه ديال اليوم غادي نحاولوا نمشيو للمنطقه ديال المسلمين، واختاريت لكم اليوم بالضبط يوم الجمعه واحد اليوم اللي مهم لينا كمسلمين، وغادي يكون هو اليوم المناسب باش نكتشف هذه المنطقه هذه. تما غادي نلقاو بزاف ديال المسلمين، غادي نحاولوا نتلاقى معاهم نشوفوا كيفاش كيعيشوا وتاخذوا فكره على المسلمين، وغادي نهضروا على الموضوع اللي مهم. كما كتعرفوا انا فاش كنسمعوا على بورما الحاجه اللي كتجي في بالنا انهم كيعذبوا المسلمين كيحرقوهم، ولكن السؤال المطروح هنايا هو واش المسلمين كامل وشنو هما الفئه بالضبط اللي كيتعرضوا لهذا التعذيب هذا وهذا الاضطهاد. بالنسبه لاعداد المسلمين هنايا في بورما حسب الاحصاء ديال الحكومه كيقولوا انهم كيشكلوا غير 4% من عدد السكان كامل، ولكن تقرير ديال لجنه الحريه الدينيه التابعه للخارجيه الامريكيه كيقول انهم كيفوتوا تقريبا حتى 20% من السكان، وكيقولوا ان الحكومه ديال بورما او ميانمار كيحاولوا انهم يبينوا ان البوذيين هما اكثر وحدين كاينين هنايا وكيحاولوا يقللوا من الديانات الاخرين. انا صافي وليت معروف بورما. لاستي يو ريمبر مي؟ ياه. قال لي هذا عقدت عليك ملي كنتي كتلعب هذا اللي لعبناه في البارح. يو ريمبر مي؟ ياه ممبر. ا جود بلاير؟ اي نو هاو تو بلاي؟ يستدي. صافي انا الخوت وليت حاكم في بورما. مروكو. ياه. يو ونت هاف كوفي؟ يو ونت؟ اوكي. ثانك يو. جي سوبا 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 in the north Lucknow, Varanasi, Delhi, Agra. You from India? Your origin from India? Mother and sister. Your mother and sister from India? India, Madurai. Huh? Madurai. South India, Tamil Nadu. Ah, Tamil Nadu. Yeah. Ah, okay. Chennai. Yeah, Chennai. Chennai. You from Chennai? No. And but your grandfather and grandmother? Mother, sister. Ah, but you born here? Yeah, I'm born here. Ah, okay. So your origins from India? India, yeah. Okay. A lot of people here from Tamil Nadu because Tamil Nadu, yeah. Because in Tamil Nadu they wear this. This lounge here. Yeah. Myanmar also Tamil Nadu also Sri Lanka. Same. Okay. Ada من Tamil Nadu. المنطقة تقريبا اللي معروفها بالشعب التاميل. Tamil language. Tamil language. Okay, nice to meet you. Nice Have a good day. وبما انه اليوم يوم الجمعه دخلت لجوجل مابس باش نشوف اقرب مسجد ليا، واللي صدمني هو العدد الكبير ديال المساجد اللي لقيت، واختاريت اشهر واحد وهو اكبر مسجد في هذه الدوله. اوكي دابا وصلنا لحد المسجد الاكبر هنايا سميتو صورتي سوني، على غير لقاو شي واحد بدا كيهضروا بالانجليزي نتواصلوا معاه شويه نسولهم كيفاش دايره الحياه هنايا. هذا هو المسجد الاكبر هنايا وماشي كبير بزاف، اوكي على الاقل كتسمع الاذان.
is the biggest mosque in Myanmar. In Yangon, but also in Myanmar. Mashallah. Okay, nice to meet you. Trusty in the mosque. What is Muaddin? Muaddin. هذا هو اللي مكلف بالجاي. موسى برادر. نايس تو ميت يو. دابا نجيب لكم الدوار وسط المسجد. اللهم توفنا مسلمين. السلام عليكم. وارزقنا الشهداء الصالحين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. خوتي الله سالينا الصلاة تقبل الله. Which language you speak? Burmese. Burmese and English. We speak English. Yeah. MashaAllah. Urdu also. Yeah. صليت مع اللي مكلفين بالمؤذن والمهم مستاف ديال الجامع. Hey, thank you so much. Jisoo te. Morocco. Morocco. Yeah. Morocco. You know Morocco? Yeah, I know. You from here? Yeah. The World Cup. You from Yangon? I guess Atwita. Huh? Atwita, because Atwita. Yeah. Very sad. Yeah. Thank you. هذا هو المسجد الأكبر هنايا، فيه ثلاثة ديال الطبقات. كاين الطبقة اللي لتحت، فاش راني أنا آخر وحدة، كاين وحدة عاوتاني بيناتهم. كاينين بزاف ديال المسلمين هنايا، ما توقعتش هاد الأعداد، كنت كنشوفهم في الشارع، كنلقى مثلا كندوز حدا شي مطعم، كدوز حدايا شي مرا محجبة، ولكن ما توقعتش أنهم يكونوا بهاد الأعداد الكبيرة في هاد الدولة هادي. هادوك اللي مكلفين بالمسجد كيهضروا بالانجلي بطلاقه. اول مره نلقى شي ناس كبار كيهضروا بالانجلي مزيان. السلام عليكم. هنا فين كيتوضاو هنايا، فاش انا كتخرج من الجامع كتلقى هذا اللي كيبيع، هذه اللي معروفه هنايا، ولكن هنا ما عرفتش كيحطوا فيها هذيك الطابه ولا لا. المساجد الاخرى في المناطق اولا في المدن ديال العالم كتخرج كتلقى شي اكله شي حاجه، هنايا كتلقاهم كلهم كيبيعوا هادي وكيبيعوا الكارو. واحد هنايا كيبيعوا واحد الحاجه شميت فيها واحد الريحه بحال الحريره تقريبا. لو ديس موهينغا نو حليم. حريره هادي كيسموها حليم. حليم الشكل ديالها بحال الحريره المغربيه 100%. It's Burmese dish. أول مرة غادي نشوف الحريرة كتباع بحال هكا بهذا الشكل هذا قدام الجامع. هي المنطقة اللي قال لنا السيد اللي تلاقينا به فاش مشينا شفنا الأوضاع، قال لي أنا هذه المنطقة هي اللي كثر فيها المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. How are you? Welcome from Morocco. Morocco. Yeah. You know Morocco? No. Haji. Full boy. Haji. مصطفى حجي. كي يعرف هذا مصطفى حجي. واو، ما قالش لي زياش ولا حكيمي، قال لي حجي. واو، المشكله كيكونوا شويه متخوفين من الكاميرا حيت ما كيهضروش بالانجلي بزاف. هذا هو واحد المشكل اللي لاحظت هنايا. اي جاست فيني نماز رايت نماز هنايا في بورما، الصلاه كيسميوها نماز. السلام عليكم. السلام عليكم. How are you? Good. You speak English? No, only Burmese. Only Burmese. Manglava. Manglava. Good. What's your name, bro? Arabic name to Aswin. You? Arabic name to Aswin. You have two names, Arabic and Burmese name? Yeah. Okay. And you speak one Burmese and one Arabic. Okay, what is your Burmese name? Burmese name is Minka. Minka. And all the people here, they have two names. Arabic and Burmese. Why? Islam has two names. Why? Because we love Islam, or Islam become from Arabic. From which country? I mean, from Arabs. But Arab, or the Middle East. Or Mecca. Mecca. Saudi Arabia. Saudi Arabia. So,
We love Saudi people bring Islam to Burma. Yeah. So okay. Islam was like, yeah. We love Saudi. Muhammad or Arabic name? Muhammad. Yeah, yeah, Muhammad. My brother name is Muhammad. Yeah. My name is Ibrahim. Yeah. That should be. Nice to meet you. Thank you. Have a good day. Thank you. يعني عن وجود سميات وحدة بورمية وحدة عربية إسلامية وقيلة الحكومة تقدر تكون كطلب منهم هذه السميات هذو خص تكون عندكم هذه السمية بورمية باش تستعملها في لاكارت ناسيونال ولكم. Aun Zemi. My brand, logo brand, and bring and bring photographs. Assalamu alaikum. How are you? How are you? Yeah, this is the Muslim street. Muslim street. قال لي هذه هي المنطقة المسلمة. علاش أنا أصلا جيت لهنايا؟ كما قال لي السيد تلاقينا به. How many Muslim? 1 million in Yangon. 1 million. اوكي بالنسبة للإحصائية أو للأعداد ديال المسلمين هنايا. الى جيتي تشوف التقرير ديال الحكومه البورميه كتحاول انها تنقص بالاعداد ديال الديانات الاخرين. مثلا الى كان المسلمين هنا كيشكلوا 10 مليون التقرير ديالها كتحط انه كاينين غير جوج. ديما كتحاول تبين ان البوذيين هما الاعداد ديالهم هي اللي كبيره. اخر يا محمد واحد الفوتوغرافر صراحه تبارك الله عليه. This also traditional wedding. هذه لبسه تقليدي ديال بورما في الاعراس. They are also Muslims. Yes, Muslims. هذه اللبسه اللي كيلبسوها البوذيين ولا المسلمين. المهم لبسه ميانماريه تقليديه. حالك بخير الحمد لله. وانت كيف الحال؟ الحمد لله بخير. بالخير الحمد لله. انت من يانغون؟ لا هو I'm born. ما شاء الله. You born here. Yeah. تتكلم الانجليزيه والعربيه؟ يعني من بيك الشباب. ما شاء الله. في المدرسه. اش باش اللي قلت لكم ناس كبار وكيسبيكو الانجليزي. هذا هو العريس. السلام عليكم. وعليكم السلام. How are you brother? I'm good, very good, fine. Good, I'm good. الحمد لله. What is your name? محمد حذيفة. محمد. Nice to meet you. My name is Ibrahim. Yes. Ibrahim. Spirit, congrats him, inshallah. Today is your wedding? Yeah. Congratulations. Yeah, yeah. I wish you a happy life. Okay, thank you. You more handy. Happy life, inshallah. Inshallah. You too, inshallah. Happy life for you. Alhamdulillah. Inshallah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Where you stay here? In hotel? Here in downtown. Downtown hotel? Ah, hotel. Where? 1 kilometer far from here. Okay. Sharasvi. Jazakallah khairan. You wanna eat some? Thank you. You wanna eat? No. You hungry? No. If I'm not that hungry, but if you are hungry and you want to have lunch now, let's go together. No. I'm glad. Okay. Jazakallah khairan. Okay. Ma'a salama. Nice to meet you. Nice to meet you too. جزاك الله خير. السلام عليكم. والله الا واحد الحاجه غريبه انتم تشوفوا معايا الدري اللي مصور ما كيهضرش بالانجلي بزاف ولكن هذا الناس الكبار كيهضروا بها. المهم بالنسبه للملامح تشوفوا بزاف ديال الملامح مختلفين وهذا الشيء بسبب انه كاين بزاف ديال الاعراق ديال المسلمين هنايا. كاينين اللي اصلهم من الصين، كاين اللي اصلهم من الهند، كاين اللي اصلهم من ماليزيا. كاين واحد العرق كنتيجه ديال زواج التجار العرب اللي جاوا من الشرق الاوسط مع النساء ديال بورما وعطاونا واحد العرق كيتلقى فيه ملامح عربيه مع ملامح بورميه. وكاين عاوتاني البورميين الاصليين اللي مسلمين تقريبا شي 10 ديال الاعراق ديال المسلمين اللي كاينين هنا. تشوفوا معايا هاد المونكس هادو الصغار كيجيو كيسعوا ولا كيطلبوا قدام الجامع. وهادشي كيبين لك انه المشكل راه ما كاينش ما بين البوذيين والمسلمين ولكن كاين بين الجيش وواحد المسلمين حاجي مصطفى يوسف حجي او مصطفى حجي دبل كيك يو نو هيز فيميس دبل كيك يا واو وير يو واتش لونج تايم اجو يا 94 واو ما شاء الله يو هاف ا جود ميموري يا دوا غريغا دوا غريغا لغة الله شيما دوا غريغا ما شاء الله يا اوكي ما فهمتش شنو قال في هذه الجمله الاخرى ولكن مصطفى عاجي تخيل معايا مصطفى عاجي تعرفوا الناس ديال ميانمار. هذا المسجد اللي كنا فيه ديال السنه سميتو صوره سني مسجد ولكن قريب ليه واحد المسجد اخر ديال الشيعة. المنطقه كما قلت لكم خاصه بالمسلمين. هذا هو المسجد ديال الشيعة بلاتي نوري لكم واحد المسجد الكبير حتى هو.
سميتو شيعه مغول شي حاجه بحال هكا باينه مبنيه من العصر ديال المغول اللي كانوا حاكمين واقيلا في الهند واقيلا حكموا هنا واحد الفتره قصيره بناو هذا المسجد هذا اللي خاص بالشيعه هو هذا المسجد هو ديك اتقى السميه ديالو مغول شيعه هذا هو المسجد الخاص بالشيعه وكنشوف الجانبات ديال المسجد ما كيبانوش بزاف المسلمين هنايا ماشي بحال المسجد الاخر الشارع عامر بالمحلات ديالو عامر بالمطاعم كتلقاهم باينين من الملمح ديالهم باين وكاين ما بانوش ليا بزاف كيف ما شفتوا معايا المسلمين في هذه المدينه عندهم مساجد والاذان مسموح ومسموع اذا فينا هما المسلمين اللي سمعنا انهم كيقتلوهم وكيحرقوهم جاب على هذا السؤال غتاخذنا لاقليم اراكان منطقه خاصه بعرق الروهينجا المسلمين واللي قريبه من الحدود مع دوله بنغلاديش هذه المنطقه وقعوا فيها مجازر مرعبه في حق المسلمين واخيره كان في سنه 2017 ولكن خلينا نبداو القصه من الاول في الحرب العالميه الثانيه كانت بريطانيا مستعمره هذه الدوله وكانت كتحارب ضد اليابان وهنا الشعب البورمي غيتقسم الطرفين مسلمي الروهينجا مع بريطانيا والبوذيين مع اليابان بهدف انهم يتغلبوا على الاستعمار البريطاني وهاد النقطة كانت البداية لهاد الحرب بين المسلمين والبوذيين من بعد الحرب العالمية الثانية خدات ميانمار او بورما كيفما كانت كتسمى الاستقلال وعلنوا على انشاء دولة ديمقراطية بدستور كيضمن حقوق جميع فئات المجتمع سنة 1962 الجيش البورمي انقلب ضد الرئيس وعلن على حرق الدستور اللي كان في هذيك الوقت وبدلوه بالمجلس العسكري الديكتاتوري وهنا غتبدا القصة النظام الديكتاتوري باش يروجوا للقومية البوذية اللي كتعتبر الأغلبية في هذه الدولة ويخلوا الشعب البورمي متحد الجيش اختار أقلية الروهينجا كعدو مشترك وحاولوا يغرس أفكار عنصرية في عقول الشعب البوذي هادشي كان بخطابات كتزرع الحقد ضد الروهينجا على أساس أنهم مسلمين ومعاديين للبوذية وكيشكلوا تهديد للسلام وأمن هذه الدولة وأنه بغين يرجعوا بورما دولة مسلمة وأنهم شعب جاي من بنغلاديش وما عندهم حتى علاقة ببورما المهم الخطابات كانت مبنية على أساس ديني وعرقي وتاريخي وهنا غتبدا الحرب ضد المسلمين إذا ما تحدثنا إلى صحفيين أجانب مثلكم نعرف أنهم سيعتدون علينا يراقب الجيش كل شيء بعدما سترحلون سيضربوننا سنة 1978 بدأ الجيش حملة طرد مسلمي الروهينجا وإرجاعهم لبنغلاديش واستعمل العنف والقتل والاغتصاب باش يخليهم ما يفكروش يرجعوا لبلادهم سنة 1982 صدرت الحكومة البورمية قانون المواطنة اللي كيعترف ب 132 عرق في ميانمار واعترف بهم على أنهم مواطنين بورميين ولكن في المقابل ما اعترفش بمسلمي الروهينجا وخلاهم بدون جنسية سنة 1991 أعلن الجيش على حملة اسمها Operation Clean and Beautiful Nation والترجمة ديالها حملة الأمة النظيفة والجميلة وكانت النتيجة ديالها تهجير أكثر من 250 ألف من المسلمين لبنغلاديش مع مرور السنوات بقات المضايقات وجرائم القتل والتعذيب في حق المسلمين بدون أي تدخل دولي ولكن المشكلة أن هذه الحرب مابقاتش مقتصر على الجيش ومسلمي الروهينجا ولكن تحولت الحرب الأهلية بين المسلمين والبوذيين بسبب المناوشات والتوترات اللي كتكون في المناطق اللي كيسكن فيها المسلمين والبوذيين في منطقة واحدة وهذا الشيء كان بسبب رجل بوذي ديني متعصب وكاره للإسلام وأشين وراثه أشد الرهبان تطرفا والرجل الذي وصفته مجلة تايم بي وجه إرهاب البوذي هذا الشخص استغل موجة التكنولوجيا اللي عرفتها ميانمار في السنوات الأخيرة وبدأ كيشارك خطابات الكراهية في الحساب دياله في منصة فيسبوك وكان ديما كيحرض الأتباع دياله والشعب البورمي على محاربة مسلمي الروهينجا كوايا لونادو سوى مزلين كرونا دانيجان أري لونادو أبلاو سورة وكان هو السبب في قتل آلاف المسلمين في السنوات الأخيرة في إقليم أراكان لدرجة أن صحيفة تايمز المشهورة وصفته بالوجه العبيل البوذية الديانة اللي معروفة أنها مسالمة وضد العنف كيف ما شفت شخصيا في الدول البوذية اللي زرت هادشي علاش هاد البوذي المتعصب ديما كيلقرض من رجال الدين البوذيين اللي رافضين هاد المجازر واللي ديما كيقدموا مساعدة لشعب الروهينجا وكيحاولوا يلقاو حل لهاد المشكلة How you know that I am Muslim? Muslim. Muslim, me Muslim. I'm Muslim. كنت كتمشى وهو يشوف فيا واحد شوفات ويقول لي السلام عليكم ما قالش لي هاي السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. ملاقات قوية لا. How you know that I am Muslim? How you know that I am Muslim? Muslim. Yeah.
إبراهيم. سليم. 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 Nice to meet you. إبراهيم. إبراهيم. Okay. Have a good day. Thank you. كلبان مسلم الخوز بعدك. Hello. من قلابة. من قلابة. من قلابة. من قلابة. المهم تشوفوا معايا ان هذا المنطقه ماشي غير حي واحد ولكن احياء. السلام عليكم. احياء كثيره يعني واحد النقطه قريبه لتشيناطان قريبه لحي الصينيين كتلقى فيها المسلمين بزاف تقريبا ديال النقطه اللي تلقى فيها المسلمين بزاف. شو واحدين باين فيهم مسلمين مشكل ديالهم اللحيه ولكن شو واحدين كيهضموك انهم ما كتوقعش انهم يكونوا مسلمين ولكن هما مسلمين. وهذه الحاجه فلاحظت ان المسلمين كتلقى فيهم الخدمه اللي كيخدموا هي المطاعم وكيخدموا في بحال هنا عندنا سوسيس. السلام عليكم. هاو يو. السلام عليكم. هاو يو. من قلابه. من قلابه. السلام عليكم برادر. هاو يو. كتلقاهم كيخدموا اكثريه في المطاعم في التجاره هذه معروفه على المسلمين عبر التاريخ. التجاره كتلقاهم كيبيعوا مواد البناء كيبيعوا الزليج كيبيعوا الفايونس. صراحه ما كرهتش نجلس ولقى شي واحد كيهضر معايا بلون قال لي مزيان حيت باغي نسولهم. دابا كنبغي نسولهم كيفاش دايرين المعيشه هنا كمسلم ولكن يتهربوا من هذا السؤال. هذا هنا كيعطيوك مع هذا كيعطيوك مع واحد الشاي الصيني نفس الديكور اللي في تايلاند باش عقلت فاش مشينا لاحياء المسلمين كيعطيوك مع واحد الشاي الصيني هذا ديما كيكون محطوط فوق الطبله وكتاخذ انت اللي بغيتي. هو كيكون واحد الشاي اللي خفيف بحال هاد الديكور هذا. شربوا بصحه وراحه فينيش. هنايا موراي واحد المسجد اخر باش تعرفوا ان هاد المدينه تقريبا فيها اكثر من 30 مسجد. كاين المساجد الناس كيصليو كتلقى الاذان مسموع. يعني المسلمين في هاد المدينه هادي اللي اصلا بورمي ولا كانوا في بورما واحد المده طويله ما عندوش مشاكل هنايا. ولكن واحد الحاجه اللي كيكونوا محرومين منها هي انهم ممنوع عليهم يشدوا على المناصب السياسيه في الحكومه مثلا شي ممنوع عليهم. كخلاصه الحلقه المسلمين في بورما كتختلف وضعيتهم السياسيه بسبب العرق. بالنسبه للاعراق المعترف بها من طرف الحكومه وضعيتها مستقره نوعا ما ولكن هذا الشيء ما كاينفيش انهم كيتعرضوا للعنصريه في بعض المجالات خصوصا من الحكومه البوذيه اللي كتفرض الهيمنه والسيطره ديالها على كل المجالات في الدوله خصوصا في الدين. هذا الشيء اللي كيخلي هذه الدوله من الدول الاكثر تعصبا للديانه البوذيه وهذا الشيء ممكن تشوفوه في شوارع هذه الدوله. في الجانب الاخر المسلمين اللي كيعيشوا المعاناه الحقيقيه وكيتعرضوا لاباده جماعيه في محاوله لمسح هذا العرق باعتبارهم من مخلفات الاستعمار وهم مسلمين روهينغا واللي كتعتبرهم الحكومه البورميه مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش. الى حدود تصوير هذا الفيديو الشعب الروهينغا معزول تماما على المناطق الاخرى في ميانمار وممنوع على المساعدات والاشخاص يوصلوا لهذه المنطقه. المسلمين اللي هربوا لبنغلاديش كيعيشوا في اكبر مخيم للاجئين في العالم والموجود في المنطقه الحدوديه بين ميانمار وبنغلاديش وكيتقدر عدد اللاجئين فيه بحوالي مليون لاجئ كلهم كيعيشوا في مساحه صغيره وفي ظروف اللي صعيبه وممنوع عليهم يمشوا لمناطق اخرى في بنغلاديش بسبب عدم توفرهم على اي وثيقه حكوميه كتثبت الهويه ديالهم. هذه هي الصوره حاليا ولكن مخافيه اعظم.